مدير عند الزراعة ومدير عند الاستراحات. هذا ما شاء من الشارع والاستراء اللي كان هذا اللي كان داخل الجيوب أخاه وشك المقاطعة بعد ما سمعتونا إلى حد الساعة. هذا واحد. الثاني هذا المصالح اللي يستفيد منهم المواطن على مستوى الولاية. ما هو الممثل زراعي ولا هو الممثل بيطري ولا هو الممثل بيوي. ما البيئة ما هي ممثلة والبيطري ما هي ممثلة وزراعة ما هي ممثلة. ما هو نص الزراعي واحد في مقاطعة كاملة اللي بيقول لنا مقاطعة زراعية ولا نص الزراعي واحد. البيطرة إلى فرقه هون حيواناتهم ما هون خبير بيطري لا يقدر يوجههم والله يقدر يكتب لهم دواء يشروه يعافوا بحيوان. ما هو وجودتهم نهاية البيئة الله أعلم ذاك اللي هم منها. قبيلة انطرحت مشكلة الحرائق مشكلة الحرائق لا يعود ما هم حد مثل البيئة لا يعود حريص على أنه يواعي الناس ويوجهها يعود الآن عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلم رجال تكلم السادة رحمة بالجميع كامل وقطعت قمدت هذه مضيعها الشكيل قالت قارقع قدامي قلت العمل مشيت ازداد فيه هاي الدشر ما فيها الخياطة ولا فيها تسويق ولا فيها شيء ازداد به هذا وكل جميع اللي هو كان اللي حاميه مع الله حريدة كيف قلتوا تعرفونا قلت انها ما كانت خارقة كانت حامية الدولة والله حامية تبذل بويتي قاتل تمشي من الشعب اللي تراقوا فيه اللي ما في حد يشد قال ولا في حد يروح عليه شيء يسوى وشين هو ما هي فاتت لي جات المطر لو ذاك 4 أشهر والله 5 سنة أقط جابتي مارو كيلو ب500 ودلوير لتر ب800 وهذا ما ومد عقب ذاك لا تشتريه وهي ما عندها قابل تشتري. أنا هاي ذاك اللي تراني فيهم قرية شاشتي حمد الله وشاكرت فيهم واحدين حاملين الشهادات كيف قالت الطفلة ولا فيهم حد يكره حديدة وقال لنا لا نجيكم هي هذه لا يجيكم تكوين المهني بومديد ما جاء تكوين المهني ولا جاء تكوين القراوي ولا جاء تكوين المرأة ولا تكوين الراجل اسمعتوا وإلى حد ما الدولة متدخلت تفتح لنا البوات كانت باسحارنا استفادوا منها عدلنا الشمال الحريزة وقبل شيء قال له فقنوا ولا عدى الله أن ذلك شهرين هو شكنا أنه له عدنا استفادوا منه انحى ذاك الخوف وسدكوا خلاها خضر يصطاد فهم الورقاء ايوا احنا نتمنى الحراوات اللي قالوا احنا قاع مع كان نبيعوا منه ومد هو ما حصل الى عاد الدوله ذا هذه المقاطعه حد لا يطرح لها دار والله يطرح لها شيء يمشيها بواسيك للاسبوع ظرك يحموها والله دورت افرق قاع ما لحقت الزرق ولا لحقت السبه واحده والسلام عليكم ورحمه الله. ما هو باخذ في هذه المقاطعه حسب معرفتي فيه وراني ملان لا لنا رواقي تبي تروح لها رواقي تدام لها رواقي دائما اللي يشوف يشوف قدام يطلب ما فيه شيء. يلا بعد ما عرف هذا النور داز الشيء ذي للبلدية في الشاحن. يلا لا نعطيكم شو الأخبار بوم ديد الدور سعود وفاصلين فيه. والناس ما قد توصلوا لكم ولا وصلتوا لكم بطريقة مباشرة. هاي المقاطعة اللي هي اللي صرت جزر الإله من موريتانيا اللي تعتبر نقطة محور يا الله وتعود بين تقانت والعصابة والحوضين واللي لين تصلح لاهي ذوك الزر كامل قبل يواجه عليه عقد يعود ما تلا عنده قيمه به اللي هي لا تعود واصله بين المغرب العربي وبين افريقيا وكرشة موريتانيا لها المنسية لا تصلح لا تعود بقيمتها. هذه المقاطعه اللي لدي ما ملش تعديل أغلبية سكانها شو من الناس اللي ما عندها تطل اللي من اللي صار نهائيا هذه تراعوا فيها راقي اللي تراعوا فين ما اللي سكنهم هون إلا أنه ما عندهم أي وسيلة سوى نفسه الأوطو مشات وسكنت في نواكسو وبقى هون الشيء المقطوع الراس اللي ما عنده شيء اسمه وشنه نهائيا. أيوة ما نتكلم مدي على فقره وعلى ضعف حالته زاد على النوعات السياسات اللي تعدل وهذا هو نحمل المسؤولية لدارة ما هو الأطر ولا المواطن نحمل مسؤولية لدارة عادة هذه السياسات اللي تعدل هون والتمويلات والليشي هون كامل ينظم بطريقة ما تستفاد منها القاعدة معنى المدارس ما توزع بالطريقة اللي تسدك للناس من سبت الكتاب لتفصل الدار وتقطع تركتها راكبتها على الحمير وعلى الوتاه
ما توزع بديك الطريقه اللي صالحه. القلقوات ما توزع بالطريقه اللي تشمل الناس كامله، نقاط المياه كذلك. ورخص الجبار بومدي بطريق بومدي، طريق بومدي اغلبيه سكان هذه المقاطعه اللي هي كانت ساكن على خط لوك الوالد اللي كانت ساكن عليها قرى كامله التحريم. هاي القرى اللي هي زمن دونها الفصول، زمن دونها، زمن دونها الطريق. وعادت كل قريه لسامه يعني هي من الفسحه تشري وتر حسابها هي اللي تتوفر النقل يوميا، ما هو قريه تعود فيها 20 اسره ولا هذه الاسره ما يساوي وتر على ازارها لان الطريق حوسات عنها بالطريقه اللي ذكرت قبل. هذه المنطقه اللي هي منطقه زراعيه ومائيه بامتياز، فيها هنا في الحسان اللي فيهم 50 متر كب للساعه. وهنا بلاد زراعي وبلاد تنموي وهذا ما معدل من ما مخلي اي وسيله سويه سنهي تعم المواطنين لياك تخدمهم. هذا السكان تم استصلاح هذه العدله اللي سرق الزير، تم استصلاحها وفيها 5 كيلوات من الماسيلة ورق نديق. والسكان مخلين فخفام الماء والمصالح العموميه مديونه فخفام السي. شنو هو معنى؟ تعود المدارس والمنشآت الحكومية مرسم عليها على انها تبقى في القرية الحمراء اللي هي فيه متلات لها سد الاسطح وسد بومديد والدقيقة اللي فيها متقالت بشكل عشوائي كيف يعني عدك يمسح المقاطعة كاملة اطلاقا. هذا من شغلة الادارة، من شغلة الادارة اللي نجي انا كمسؤول ونقول لها عدل ما هو كذا والله عدل ما هو كذا وحنا يا الله كنا كذا. الادارة يا الله تحرص مصالح المواطنين بعيدا عن اللي نقول انا كمسؤول وعن ذاك اللي يقول ذاك كمسؤول. انا هنا لا يضم صوتي اللي قال لكم احمد هنا تريد المقاطعه اللي شربت من اموال موريتانيا ما يو هنا يا صاحبي لا تقول تراول ما تقول تراول وزريبه وزربه ولا خل قايم ولا بنايات قايمه ولا شيء شنو بها اشبه لي. انا لا نزيد الوالي ونقول وانا فلان ويا رطيك المدرسه ما تحرك من البيده الفلانيه ويا تطري يوظف البيده الفلانيه ويا البيده كذا. اسوء وسيدي واحد من المعارضه، وسيدي واحد من المعارضه والحكومه للمعارضه وللمبالاه. احنا هون نبحثوا عنه مصلحه المقاطعه ذي، نبحثوا عنه مصلحه المقاطعه ما هو شيء ثاني. الى نعودوا نبقوا نتموا لا البوندي اللي قال كان قطع منكم رئيس وخاف عليك ما حصلتوا على نتيجه. هذا ما هو مصلحتنا ولا هو مصلحه الاداره ولا هو مصلحه حد. والى تعود الاداره اداره الموريتاني وتدرسك مصلحه موريتاني تخرس المقاطعه هذه بعين الاعتبار وتبني المصالح على اساس السكان وحجمهم وغاياتهم. على اساس طلبات السكان وحجمهم وغايتهم. ما تعودوا لعليات يجوا ملف بشار المدرسه الى المدرسه لا بد تعود هنا ولا تعود الماء لا بد ان يتكرر منهم لا بد يعود الله لا بد ان يتكرر منهم ولا بد يعودوا انت الناس وقوف على ظهر الحاكم يا ليت التلفن من احلاهم ما تسمع ما توصل مكالمه. يرجع لك الصوت في التلفنات وعند دار الحاكم ما يقدر يرجع لك الصوت. هذا من الاداره بين اللي بقهور المواطنين الضعيفين اللي يا الله يعامل معامله تشيل اللي تصقى الوليد من قال وتنتك البيت العربيه وطعام هذا يوزرك والكوكا منه هذا كذا الناس ما يبغون يخدمك اللي يا الله الاداره تعود هي القائمه مقامها ولا تنكر على سن المثقفين الاطر راهم قاعدين في المكسور ياكلوا السحم والحم وراكبين في ويتاب وعدلوا هموماتهم وقسموا المواطن وين يموت ما يقدر صح راعيهم لهم مواطنين هم اللي يموتوا قدامك عبروا عن ضمائرهم ولا هم المثقفين الاطر لانك تشوف من عون واحد ما لك لا تشوفوا من هاي الدولة يخلي المصلحة توصل للمواطنين هم لدى يقول لك انا لدى يقول لك انا حق ولا وكيل والمواطن وهي المقاطعة سرحت فيها القلب وقطعت فيها اصطاد ومرت فيها ذاك العية ولا فيها بنيده ما نعرفه ولا شعب قليل ومحارب تجبر في الناس الاخرى القبائل المتناحره هم ما هو قبيله متناحره تجبر دبوسات وفي الاقلال والاقلال في البوكسه والبوكسه في دبوسات مجتمع واحد وسنحب مني كذلك للمواطنين اللي هم نقاد فيهم الابيض والاخضر راعيهم ولتاني كامله فيها الميز العصور وفيها الصراعات وفيها كذا وفيها كذا مقاطعه بومدين ما لقيت تراه فيها لا تجي الا حريتها تلحق فيها الابيض والاخضر متقادين ولا تلحق فيها المراه والراجل متقادين هات راه لا بومدين يا غير بومدي شعب مسي والاداره واحد له فيه من عند الحاكم طالع واحد له فيه لا اخلاق الموظفين والاطر اللي خسروا بومدي وبومدي تبهال الناس اللي ساكنه اذا عدتوا تدوروا ذوك الموظفين وذوك الاطر عرفتوه لحقوه له وهما قاعد يبدو يشوف
ما عدتوا المطلق ولا عدتوا لهم شيء. وإلا عدتوا الضروح للمواطنين وجيتوا الضروح أخبار المواطنين أخبار المواطنين ذا هي اللي قلت لكم أنا. ذا هي اللي قلت لكم أنا وسلطوا لطلبة التلفزيون في كل حتى.